الله معك. على اعتراض رقم 163 يقول: أين تراءى يسوع للأحد عشر تلميذة في أول ظهور له؟ يقول المعترض أن متى 28:16 تشير لأنه تراءى لهم في جبل في جليل، لكن هذا السرد يتناقض مع ما يرد في مرقس 16:14، لوقا 24:33-37، ويوحنا 20:19. نقوم بداية من قراءة الآيات التي ذكرها المعترض، فنقرأ في متى 28:16: وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. نقرأ في مرقس 16:14: أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. ونقرأ في لوقا 24:33-37: فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن رب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. وأخيرا نقرأ في يوحنا 20:19: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. لقد فشل المعترض في القيام بقراءة أمينة للنصوص التي قام بتقديمها. إن يسوع المسيح قد التقى بتلاميذه في عدة مناسبات بعد قيامته المجيدة من بين الأموات، وكان ذلك في مواقع مختلفة. متى 28:16-17 تقول لنا بأن يسوع قد التقى بأحد عشر تلميذا على جبل في الجليل، إلا أن هذه الآيات لا تصرح أو تشير إلى أن ذلك اللقاء كان اللقاء الأول. أما مرقس 16:12 فهي تشير إلى أنهم ظهر لتلميذين من تلاميذه وهما يمشيان في البرية منطلقين في رحلة إلى عمواس. لوقا 24:33-37 تقدم تقريرا عن لقاء مع التلاميذ في أورشليم، إلا أن هذه الآيات تشير ضمنا إلى أن يسوع كان قد سبق وظهر لبطرس كما هو واضح من الآية 34، كما أن تلميذين من التلاميذ كان قد سبق وعاينا يسوع في الطريق إلى عمواس التي تبعد حوالي 7 أميال عن مدينة أورشليم كما يرد في لوقا 24:15. إن اللقاء في أورشليم ربما يكون اللقاء الأول الذي كان حاضرا فيه معظم التلاميذ فيما عدا توما كما يرد في لوقا 20:24، والذي عاينوا فيه يسوع القائم من الأموات، وذلك كون هذا اللقاء قد حصل في اليوم عينه الذي قام فيه من بين الأموات كما يرد في لوقا 24:21-23:36. كما أن الآيات الواردة في يوحنا 20:19-24 تؤيد كون هذا اللقاء هو اللقاء الأول مع يسوع القائم من بين الأموات، إلا أن الآيات لا تعطي تصريحاً بمكان اللقاء. جميع هذه السرديات متوافقة ولا يوجد فيما بينها أي تناقض. يجب علينا دائماً أن نتجنب الميل البشري إلى استخدام مخيلتنا في ملء الفراغات التي لا يقدمها النص. المجد لله.